الدروش، أستاذة بالتعليم الابتدائي ورئيسة جمعية النقل المدرسي والجامعي بولاد عبو. في إطار تضامننا اللامشروط مع الفئات المحتاجة التي تسببت فيها جائحة وتداعيات وباء كورونا المستجد كوفيد-19، والتي فقدوا من خلالها آلاف الأسر بجماعة ولاد عبو لمداخلهم، دعمت وبادرت كل من جمعية النقل المدرسي والجامعي، جمعية دار الطالب والطالبة الخيرية الإسلامية، وجمعية إنتاج اللحوم والتلقيح، وكذا مجموعة من المحسنين بتوزيع القفف التضامنية مكونة من مواد أساسية تم توزيعها على الشكل التالي: حبام القديم والجديد، استفادوا حوالي 600 قفة تم توزيعها يوم 3 و4 أبريل. حي علال بن عبد الله وتجزئة أولاد عبو، استفادوا من حوالي 700 قفة تضامنية تم توزيعها يومي 9 و11 أبريل. درب بن عياد وتجزئة رباب، استفادوا من 430 قفة تضامنية تم توزيعها يوم 9 و10 أبريل. العملية توزيع هذه المساعدات والقفف التضامنية لا زالت إلى حد الآن، إلى حين استفادة جل ساكنة ودواوير التابعة لجماعة أولاد عبو. نعبر من خلال هذا الموقع لدعمنا وانخراطنا التام لمجهودات التي تقوم بها السلطات العمومية من خلال التدابير الاحترازية. كنشكر السلطة المحلية في شخص سيد باشا باشوية ولاد عبو، شكر كذلك الرئيس جماعة ولاد عبو والمنتخبين، شكرا لرجال الدرك الملكي وكذلك القوات المساعدة التي أبانوا على علو كعبهم في إدارة الأزمات. الهدف من هذه العملية وهذه المساعدة هو التزام الساكنة بالمكوث بمنازلهم. نوزع هذه العملية دار بدار بمنطقة ولاد عبو، ونطالب ونعبئ بعدم الاستهتار للتصدي لهذا الوباء الخطير في شعار عاون بلادك وابقى في دارك.